أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لتعزيز مستويات التبادل التجاري مع البوسنة والهرسك، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة دراسة سبل جديدة لتعميق التعاون التجاري بين البلدين، ومن بين هذه الآليات اقتراح تشكيل مجلس أعمال مشترك بين البلدين والحفاظ على دورية انعقاده. وخلال استقباله رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دانس بيتشو فيتش في العاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي أهمية تعزيز التعاون في مجال السياحة. بدوره أكد بتشيروفيتش إمكانية زيادة التبادل التجاري بين القاهرة وسراييفو وتطوير علاقات عملية ملموسة مع المستثمرين المصريين، مشيرا إلى أن بلاده لها حدود مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وهذه فرصة جيدة لنفاذ الصادرات إلى دول الاتحاد. كما أشار إلى تطابق مواقف مصر والبوسنة والهرسك بشكل كبير تجاه العديد من القضايا.